الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الحكم لو نسي الإمام سجدة من صلاته، ومتى يكون سجودها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأركان لا تسقط عن المسلم لا سهوا ولا عمدا، لا تسقط على الإنسان لا سهوا ولا عمدا، فالركن أعظم من الواجب، فالواجب يسقط سهوا لا عمدا، وأما الركن فإنه لا يسقط، أي لا تسقط المطالبة به لا سهوا ولا عمدا. والمتقرر عند العلماء أن من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فإن الواجب عليه أن يأتي به وبما بعده، ويكون سجوده بعد السلام، لما في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاتي العشي من ركعتين، فلما ذكره ذو اليدين قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر إلى آخر الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك جملا من أركان صلاته سهوا رجع وجاء بها وبما بعدها، ثم سلم من صلاته وجعل سجدتي السهو بعد السلام. وبناء على ذلك فلا يجوز للإمام في هذه الحالة، أي في نسيان ركن من الأركان، أن يكتفي بسجدتي السهو بعد السلام، بل لا بد من أن يأتي بهذا الركن وبما بعده لمراعاة الترتيب، لأن الترتيب ركن من أركان الصلاة، ثم يسلم بعد التشهد ويجعل سجدتي السهو لنسيان هذا الركن بعد السلام. فإذا كان الإمام قد فعل ذلك فالحمد لله صلاته صحيحة، وأما إذا كان قد اقتصر على سجدتي السهو ولم يأتي بهذا الركن ولا بما بعده فإن صلاته تعتبر باطلة، فعليه أن يأتي بصلاة جديدة، لأن الصلاة الأولى باطلة، فعليه أن يعيدها، لا سيما وقد ذكر السائل أن الفصل قد طال بين السؤال وبين ما حصل له في صلاته، ومع طول الفصل فالصلاة تبطل، فعليه أن يعيد هذه الصلاة هو ومن صلى وراءه، والله أعلم.